مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ معكم خالد محي الدين، والنهاردة هنتكلم عن الجراهامز الجوريزم اللي بنعمل من خلاله الكونفكس هال. طيب، الموضوع بكل بساطة شبه شوية الكويك هال. انت بيبقى عندك شوية بوينتس، تمام؟ هدفك الأول ان انت تبدأ تجيب أصغر بوينت، أو مش أصغر بوينت، أقل بوينت في الواي أكسس، يعني أقل بوينت اللي هي هتبقى البوينت دي كده أقل بوينت عندك. تعمل معاها ايه بقى؟ هترسم لي يا باشا لاين كده ظريف جدا بالمنظر اللي انت شايفه ده، تمام؟ والبوينت دي هتديها رقم واحد كده، دي بقت بوينت 1. تعمل ايه بعد كده؟ هتبدا توصل سيجمنتس كده مع بقيه البوينتس دي كلها، تمام؟ هتوصل سيجمنتس مع بقيه البوينتس بالمنظر ده. ولسه اللاين دوت انت ايه ده، لاين وهمي كده انت عامله، انت مش هتستخدمه في حاجه جوه، ولكن انت جوه الالجوريثم يعني، ولكن انت عامله عشان او الالجوريثم بيفهم منه انت هتعمل ايه. احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ هدفنا ان احنا نسورت البوينتس دي، الخطوه الاولى ان احنا نسورت البوينتس دي بناء على الزاويه اللي هي بتعملها لما تيجي توصلها مع بوينت رقم واحد. فمثلا ده كده احنا عاملين الاكس اكسس، صح؟ هتيجي تقيس الزاويه بين هنا وهنا، فهتلاقي ان الزاويه دي صغيره. هتقيس دي اكبر شويه، دي اكبر سنه، اكبر اكبر، وهكذا. هتلاقي الزاويه عماله تكبر جدا. اكبر زاويه فيهم اللي هي الزاويه دي اللي مع البوينت دي يعني، يبقى اكبر زاويه مع السيجمنت ده هتدي البوينت بتاعته رقم 2. الاصغر منها شويه اللي هي البوينت اللي قبلها فوق هنا تديها 3، الاصغر منها شويه البوينت اللي مع السيجمنت ده تديها 4. مين الاصغر؟ دي 5، الاصغر 6، دي الاصغر يبقى دي 7، دي اصغر منها، لا اللي فوق شويه اصغر، دي 8. اللي تحت هنا لو واخد بالك اللي تحت اصغر سنه من الثمانيه، يبقى دي تديها 9. بعد كده فوق 10، وبعدين بص دي تقريبا هي ال 11، وبعد كده دي 12، ودي 13، 14، 15، 16، 17، 18. يبقى انت عندك البوينتس اترقمت او اترتبت من 1 ل 18. 1 هي البوينت اللي انت بتبدا تشوف معاها بقيه البوينتس، وبعد كده ترتيبهم بيبقى بناء على اكبر زاويه بتتعمل مع الاكس اكسس، فاكبر واحده تاخد الرقم الايه اللي بعده على طول بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. كده احنا رتبناها، تمام؟ طب الخطوه اللي بعد كده ايه يا سيدي؟ الخطوه اللي بعد كده ان انت هتعمل بكل بساطه ستاك او كيو، هتعمل كيو بالمنظر اللي احنا شايفينه دوت، زي اللي احنا زي اللي قدامنا ده. الكيو ده هتاخد فيه اول 2 بوينتس، هتحط فيه اول 2 بوينتس عندك اللي هم بوينت رقم 1 وبوينت رقم 2، تمام كده؟ هنمشي في طريقه كده معينه هنستخدمها، او انا هقولها لكم عشان ايه ما تتلخبطوش. خلينا احنا هيكون عندنا 3 بوينتس طول الوقت بنلعب بيهم بنتحرك بيهم. خلينا نسمي ان اول بوينت عندنا هي A، وتاني بوينت هنسميها C، والثالثه اللي هي بقى البوينت الجديده اللي بتخش عليا هنسميها D، تمام كده؟ طيب انا عندي اول بوينت اللي هي A، وتاني بوينت اللي هي C، هتحطهم في الستاك، فبيبقى عندي اول بوينت اهي وتاني بوينت. مين البوينت رقم 3؟ بالترتيب اللي احنا عملناه، احنا عاملين سورت البوينت رقم 3، فهتبقى هي البوينت دي، صح؟ فبالتالي هتدخل بوينت رقم 3 في الستاك وتوصلهم ببعض، وصل 1 و2 و3 او A B C ببعض، فيطلع لك المنظر ده كده. توصلت 1 و2، بعديها وصلت معاها 3، تمام؟ تمام كده انت ماسك A B C. خلينا نفتكر كده ان دولت A B C ده ترتيبهم، و C هي النقطة الجديدة، وايه هي اول نقطه خالص معايا. طيب رقم 1 هي A، ورقم 2 هي B، ورقم 3 هي C. نبدا نشوف بقى بنفس الترتيب اللي انا قلته كده بيعملوا مع بعض تيرن ليفت ولا تيرن رايت. قال لك A B C او 1 2 3 بيعملوا مع بعض تيرن ليفت، وطبعا احنا عارفين يعني ايه تيرن ليفت من اول سيشن خالص او من اول فيديو خالص، فلو مش فاهم ارجع شوف اول فيديو وتعالى كمل الفيديو ده. فبيعملوا مع بعض تيرن ليفت، فطالما بيعملوا مع بعض تيرن ليفت يبقى انا هسيب بوينت سي في الاستاك زي ما هي. تقول لي يعني ايه هسيبها؟ يعني هتسيبها زي ما هي. اصل بص تخيل كده ان الالجوريثم ما بيبقاش عارف ان في بقيه بوينتس ثانيه هنا، تمام؟ فبيبقى فاهم ان انت كده دخلت 1 2، وفاهم ان الثالثه خلاص انت قربت تقفل الكونفكس، تمام؟ فهو بيبقى متخيل ان البوينت دي كده معاك. فاحنا هنسيب بوينت 1 و2 و3 كده معانا في الاستاك. نعمل ايه بعد كده؟ نجيب بوينت 4 نوصلها ب 3. فوصلناها كده بايه؟ ب 3، وحطيناها في الاستاك. حطينا النقطة الجديدة في الستاك، فكده بقى معانا ايه؟ معانا دي بقت A، ودي بقت B، ودي بقت C، تمام كده؟ افتكر اللي انا قلته ده. طيب A B C مع بعض بيعملوا تيرن ليفت ولا تيرن رايت؟ هنا بقى التريك، بيعملوا مع بعض تيرن رايت، صح؟ طالما بيعملوا مع بعض تيرن رايت، يبقى في الحالة دي طالما بيعملوا مع بعض
تيرن رايت، يبقى في الحالة دي هتشيل النقطة بي من الستاك، هتشيل النقطة بي من الستاك طالما بيعملوا مع بعض تيرن رايت، فهو شيلناها من الستاك. وبعد ما تشيلها تيست تاني، هل كده بقى بعد ما شلتها رجعنا تاني A B C، هل لسه A B C بيعملوا مع بعض تيرن رايت ولا بيعملوا مع بعض تيرن ليفت؟ لا بيعملوا تيرن ليفت. خلاص طالما بيعملوا تيرن ليفت يبقى سيبها زي ما هم، تعملش اي حاجة تاني، خش على اللي بعده، خش على اللي بعده. اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا هخش على النقطة دي يا باشا اوصل بخمسة. ده الترتيب اللي احنا عملناه عشان ما حدش يجي يسأل اشمعنى الرقم دي النقطة دي، لا ده الترتيب اللي احنا ظبطناه في الاول بناء على الانجل. طيب وصلنا كده بخمسة، فبقى عندي ايه؟ دي بقت A ودي بقت B ودي بقت C. A B C بيعملوا مع بعض turn right، طالما بيعملوا مع بعض turn right يبقى انا هدخل دي في الستاك وهشيل دي من الستاك، هشيل بي من الستاك طالما بيعملوا turn right، فيبقى بالمنظر ده صح كده؟ صح كده. طيب لو عملنا كده بقى معانا دي رجعت A تاني ودي رجعت B ودي رجعت C. اسأل نفسك A B C عاملين turn right ولا turn left؟ عاملين turn left، خلاص يبقى سيبهم زي ما هو، خش على النقطة اللي بعدها، وصل باللي بعده. اللي بعده بيقول لك النقطة دي اللي هي 5 ل 6، فدي توصلك كده. مين A B C الجداد معانا وحطينا، هنحط الستة طبعا في الستاك، فبقى دي A وادي B وادي C. اسأل نفسك A B C عاملين turn right ولا turn left؟ عاملين turn left صح؟ طالما عاملين turn left يبقى أنت مش هتعمل حاجة كده، أنت ماشي تمام، هو كده بيبقى فاهم إن أنت خلاص الشكل قرب يتقفل، فتمام. فطالما هم عاملين مع بعض turn left سيبهم زي ما هم. ادخل على النقطة اللي بعدها وصل 6 ب7، أهو وصلنا 6 ب7. بقى مين عندنا A B C؟ أهي 5 بقت A وادي B وادي C. اسأل نفسك سؤال مهم قوي، بيعملوا turn right ولا turn left A B C؟ لا بيعملوا turn left. خلاص يبقى أنت زي ما أنت شغال، ما تشيلش حاجة، حط بس 7 في الستاك وخليك زي ما أنت. خش على النقطة اللي بعدها وصل 7 ب8. أه بص بقى لما وصلنا 7 ب8 بقى عندنا A B C. طيب A B C بيعملوا مع بعض turn right turn right ولا turn left؟ بيعملوا turn right. طالما بيعملوا turn right يبقى انت هتحط B في الستاك، تمام، اللي هي اللي عليها الدور، سوري اسف، هتحط C في الستاك، ما اقصدش B اقصد C، اخر نقطة يعني خدناها هتحطها في الستاك، تمام، اهي اتحطت. وبعد كده طالما لقينا ان هم بيعملوا turn left، سوري طالما لقينا بنعملوا turn right، يبقى B تشيلها اللي هي دي النقطة اللي قبلها، يعني بمعنى صح تشيلها، تشيلها من الستاك. فلما تشيلها من الستاك هتقوم عاملة المنظر ده. بقى عندنا ايه؟ ما تكملش، لا اظبط الاول الكلام بتاعك A B C. طيب A B C عاملين turn right ولا turn left؟ عاملين turn right برضو. طالما عاملين turn right برضو يبقى تشيل B من الستاك، B اللي هي مين؟ اللي هي رقم 6، فتقوم شايلها اهو كده اتشالت. لو واخد بالك الشكل الكونفكس عمال يظبط اهو. طيب بقى عندنا مين بقى؟ ABC ادي A B C. اسأل نفسك عاملين turn right ولا turn left؟ turn left، يبقى انت كده ماشي تمام، خلاص كمل زي ما انت، خش على اللي بعده. وصل 8 ب9، وصلنا 8 ب9، بقت عندنا A B C، حط 9 في الستاك واسأل نفسك ABC عاملين turn right ولا left؟ عاملين left، يبقى في الحالة دي انت ماشي زي الفل، كمل زي ما انت. وصل ب10، حط 10 في الستاك، بقى عندنا 8 هي A 9 هي B 10 هي C. اسأل نفسك A B C او 8 9 10 عاملين turn right ولا left؟ عاملين right، يبقى في الحالة دي هتشيل اللي قبلها، اللي قبل الأخيرة اللي هي B اللي هي رقم 9، شيلها ووصل الـ A 8 ب 10 مع بعض، شيلها من الستاك ووصل 8 ب 10 مع بعض. بقى عندنا ما تكملش، اوعى تكمل، هتقول A B C تاني وتسأل نفسك كده هم عاملين turn right ولا left؟ عاملين right، لا يبقى تشيل B من الستاك، B هتتشال اللي هي 8، يبقى معاك من 5 ل 10، وكده فعلا الشكل عمال يظبط. يلا نكمل بسرعه بقى شويه، وصل 10 ب 11، هوبا هتلاقي 5 10 11 عاملين تيرن ليفت، يبقى انت كده تمام، حط 11 في الستاك وما تشيلش اي حاجه. 11 ب 12، اه بص بقى هنا لما تحط 11 ب 12 عملوا ايه؟ بقت اي بي سي هي 10 11 12 عاملين تيرن رايت. طالما عملوا تيرن رايت يا سيدي يبقى انت في الحاله دي هتشيل اللي قبل الاخيره اللي هي بي، يبقى هتشيل ال 11 وتوصل 10 ب 12. ها 12 ب 13، كمل، عملوا A B C 10 12 13 عاملين turn left. هو كده الالجوريزم فاهم او الكمبيوتر فاهم يعني ان انت خلاص ها الشكل قرب يقفل اهو، بس هو ما يعرفش ان لسه في نقط تاني، فاهم؟ فيبقى في الحاله دي turn left سيبهم زي ما هم، حط ال 13 في الستاك وكمل.
وصل 13 ب 14، بقى عندك اي بي سي هم 12 13 14، عاملين تيرن رايت، لا شيل شيل البي، شيل القبل الاخيره اللي هي 13، وصل ما تكملش، لازم تسال نفسك 10 12 14 عاملين لسه تيرن ليفت ولا لا؟ قال لك لا، ده دول بقى بص عاملين تيرن رايت، يبقى في الحاله دي تشيل 12 من الستاك، شيل 12 من الستاك يا سيدي، واسال نفسك 5 10 14 عاملين تيرن ليفت ولا رايت؟ ليفت، يبقى انت كده تمام. يلا نخش على البوينت الجديده، 14 ب 15 عاملين تيرن ليفت، كمل زي ما انت، حط ال 15 في الستاك وكمل. 16 عاملين لسه تيرن ليفت، يبقى خلاص انا ما عنديش مشكله. هوبا نرجع بقى نروح ل 17، هنلاقي بقى الموضوع مختلف. 15 16 17 عاملين مع بعض ايه؟ عاملين مع بعض تيرن رايت. طبعا عملوا تيرن رايت، يبقى هنشيل البي اللي قبل الاخيره، هنشيل الايه؟ ال 16. وهنجرب، استنى هو بس عملها على طول في خطوه واحده، هنشيل الايه؟ ال 16. فهتبقى كده هتسال نفسك 14 15 17 عاملين تيرن رايت؟ اه، يبقى هتشيل كمان ال 15 فهتوصلهم ببعض، يطلع لك المنظر اللي انت شايفه ده. ها 17 18 عاملين تيرن ليفت مع بعض، 14 17 18، يبقى انت كده تمام. اللي بعده ها 18 1 17، اسال نفسك ايه بي، اوعى تنسى الخطوه دي عشان دي اللي ممكن تلخبطك، لانك لو نسيتها ممكن تنسى حاجه تاني. فاسال نفسك اي بي سي عاملين تيرن ليفت؟ اه، يبقى انت كده تمام. هتفضل مكمل لحد ما تقفل الشكل ده كله والاستاك بتاعك يتملي، يبقى في الحاله دي انت وصلت للكونفكس هال بتاعك، وهي دي فكره الجراهامز الجوريثم. بس كده، يبقى انت بتجيب اول اقل نقطه عندك في الواي اكسس، تاني ريكاب كده سريع، بتجيب اقل نقطه في الواي اكسس، وبعد كده تحسب الزاويه بين النقطه دي وبين كل النقط التانيه من خلال السيجمنت اللي بيطلع مع الواي اكسس. طبعا اكبر نقطه تديها رقم 2، اللي قبلها 3، وهكذا، تعمل لهم سورت بناء على الكبير للصغير او على حسب يعني انت هتمشي ازاي. وبعد ما بتعمل سورتنج تبدا بعد كده تقوم موصل اول نقطتين ببعض من خلال انك بتحط النقطه الثانيه في الاستاك، الاولى والثانيه تحطهم في الاستاك، وتجيب الثالثه وتشوف النقط اللي انت الثلاثه اللي انت عملتهم دولت عاملين تيرن ليفت ولا رايت. والله لو هم عاملين تيرن ليفت يبقى في الحاله دي انت ماشي تمام وخش على النقطه اللي بعدها. عاملين تيرن رايت؟ لا، يبقى النقطه اللي قبل الاخيره تشيلها وتبدا تراجع تاني الثلاث نقط الاخر. لسه عاملين تيرن رايت؟ تشيل. لو مش عاملين تيرن ليفت، لا يبقى تكمل، وهكذا لحد ما الشكل كله بتاعك يتقفل. ولحد هنا نقول كل سنه وانت طيب، جراهامز الجوريزم خلص. بس كده.